احتضن مستشفى حميدة بن عجيلة بالأغواط حملة تطوعية لإجراء عمليات جراحية مجانية جاءت من توقيع نخبة من الأطباء المتخصصين من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وكانت السيدة نصيرة من بين المستفيدات من هذه العملية التضامنية. والله هذه درتها بسبع ملايين، واني جاية اليوم الحمد لله كثر خير ربي، كثر خير ربي، كثر خير دولة، كثر خير الرئيس تاعنا. اليوم استقبلت المؤسسة الاستشفائية حميدة بن أجيلة فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون من المستشفى الجامعي مصطفى باشا لإجراء عمليات الماء الأبيض اللي هو الكاتاراكت، 35 عملية تمت بنجاح. الفريق الطبي هذا متكون من بروفيسور في الطب العيون وكذلك الأستاذ في الطب في طب العيون وأطباء في طب العيون، بالإضافة إلى الأطباء مستشفى حميدة بن عجيلة، وهذا من أجل إجراء عمليات جراحية. علامات الاستحسان كانت بادية على وجوه المستفيدين من هذه الالتفاتة التطوعية الطيبة. الحمد لله درت العملية وراني فزت بنات عمي وابن عمي، والله يستر كاع ماتي محمد. نديروا في العملية إن شاء الله على رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو، اللهم ربي حط الشفاء لينا ولجميع المسلمين. فنروحوا لبلاصة واحدة أخرى نخدموا بالدراهم، وهنا داروها لنا بالمزية وكثر خيرهم. كنت نشوف لاباس عليا وكي قصد ربي مرحبا به، والحمد لله كل عطلة فيها خير. بريدي راه 6 ملايين 7 ملايين ولاشين، والحمد لله على الدولة اللي راهي وفرت لنا هذه العملية المجانية. وتبقى مثل هذه المبادرات التطوعية كفيلة بوضع حد لمشقة التنقل صوب الولايات الشمالية، ولا سيما توديع هاجس الأتعاب المالية المكلفة بالعيادات الخاصة.